القدرات اليمنية المتطورة والمفاجئة للعدو والصديق تفرض نفسها على القوات الغربية. الأدميرال فريد بايل قائد قسم الحرب السطحية البحرية في مكتب رئيس العمليات البحرية الأمريكية أقر بالقدرات اليمنية المتطورة التي تجبر البحرية الأمريكية على العمل بوتيرة لم تشهدها منذ عقود، وذلك في مؤتمر بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أعتقد أنها الأعنف على الإطلاق، فنحن بما تخوضه قواتنا في البحر الأحمر الآن لم نشهده منذ الحرب العالمية الثانية. الأدميرال أكد أنه على القوات المنخرطة في البحر الأحمر أن تكون مستعدة على مدار الساعة، في إشارة إلى العمليات اليمنية ذات الوتيرة العالية، معبراً عن الهدف الحقيقي وراء التواجد الأمريكي في البحر لمحاولة كسر الحصار الذي فرضه اليمن على العدو الصهيوني نصرة لغزة. إننا نقدم دعماً حاسماً لإسرائيل ولشركائنا الآخرين في تلك المنطقة. قائد قسم الحرب السطحية البحرية الأمريكية أشار إلى أن العمليات اليمنية تعلم البحرية الأمريكية الكثير، لافتاً إلى التكلفة الباهظة التي تتكبدها واشنطن وحلفاؤها في البحر. هناك قدر هائل من التعلم الذي يجري هناك والقدرة على توفير دعم قوي لأولئك الذين يقومون بالعمليات لتعديل اشتباكهم القادم. أحد الأمور التي يمكن الاعتراض عليها هو أننا على الجانب الخطأ من منحنى التكلفة، فنحن نطلق صواريخ بملايين الدولارات على طائرات مسيرة بقيمة 100,000 دولار. هل علينا إيجاد طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة لإسقاط هذه الطائرات الرخيصة؟ طبعاً نحن نعمل على تحقيق ذلك، ولدينا بعض الحلول التي لا يمكنني الخوض فيها الآن. من جانبه أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس على الوتيرة العالية للعمليات اليمنية التي تشكل تحدياً بالنسبة للبحرية البريطانية. خلال الأشهر الماضية اعترضت سفينة HMS دايموند عدة طائرات مسيرة هجومية، وهذه كانت المرة الأولى التي تنخرط فيها البحرية الملكية باشتباك مضاد للطائرات منذ أكثر من 3 عقود. شابس شدد على حاجة بلاده لتطوير قدراتها العسكرية لتتكيف مع ما وصفه بالعصر العسكري الجديد الذي فرضته القدرات البحرية اليمنية. مع استخدام الحوثيين لطائرات مسيرة رخيصة، فمن الواضح تماماً أننا نعمل في عصر عسكري جديد، وبالتالي فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو كيف نضمن أن لا نجد أنفسنا في موقف دفاعي في أي صراع بحري مستقبلي. بدورها سلطت مجلة فيوتريبلي انترناشنال الفرنسية للدراسات الضوء على تأثير العمليات البحرية اليمنية الجيوسياسي بعيد المدى، وقالت إن نجاح الهجمات البحرية اليمنية المتضامنة مع غزة وفشل القوى الغربية في ردعها يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية العالمية للطاقة.